تعود جذور القبائل التركية ومعهم مجموعات المغول والتتار والأيغور والقرخطة إلى العرق الأصفر. نظراً للتشابه الكبير في الصفات البيولوجية والسيكولوجية والثقافية، وقد شكلت كل مجموعة تحالفاً قبلياً ذات وحدة متماسكة، وكانوا جميعاً قبائل بدائية رعوية نصف متوحشة لا تعرف أي معنى للحضارة والزراعة، حيث أراضيهم جرداء قاحلة ومناخهم جاف وشديد الحرارة والبرودة، إذ تصل درجات الحرارة صيفا إلى 60 درجة مئوية وتنخفض شتاء إلى ما يقارب 60 درجة تحت الصفر، وتنحصر مناطق سكناهم بين الأقاليم الصينية وسيبيريا ونهر جيحون سرداريا حتى انتهاء حدود بلاد المشرق، ويقضون أيامهم في البحث عن الكلى والعشب لقطعانهم أو في المنازعات الداخلية بين بعضهم، وينتمون إلى العرق الأصفر. أما عن تاريخهم المبكر فيلفه الغموض والأساطير حتى القرن 13، وكان لهم تأثيرا عسكريا هداما على ممالك الصين بداية، ثم على شعوب زاغروس وميزوبوتاميا وآسيا الصغرى والدولة العباسية بعيدا عن سمة الفتح كما يدعون. وبغية تفادي غزوات المغول والتتار الوحشية، شيد الصينيون سورهم الشهير سور الصين العظيم سنة 204 قبل الميلاد، حيث بلغ طوله 6700 كيلومتر. ودليل وحشيتهم أنهم كانوا يعتمدون في طعامهم على الخيول، فيأكلون من لحومها ومنتجات ألبانها، كما كانوا يأكلون لحوم الحيوانات من الكلاب والذئاب والثعالب والفئران، وكذلك لحوم الحيوانات الميتة ولحوم البشر خاصة من أعدائهم، إضافة إلى أنه من عادة المغول أكل لحوم أعدائهم وشرب دمائهم. وفي إحدى غزوات المغول على الصين ضحوا بواحد من كل 10 رجال في جيشهم عندما نفذ طعامهم ليكون طعاما لرفاقهم الباقين. أما العلاقات الأسرية لدى المغول فنادرا ما يتزوج المغولي، لأن المرأة تباع كسلعة، ومن يشتريها لا يدفع ثمنها إلا بعد أن تنجب طفلا، فإن لم تنجب طردت من البيت، وكلما أنجبت أكثر ازداد احترامها ليكثر عدد أفراد القبيلة، ولذلك لا حصر عندهم عن عدد الزوجات، حيث لكل حسب قدرته وقوته، حتى صار لدى بعضهم أكثر من 100 زوجة. فقد قيل إن جنكيز خان تزوج بأكثر من 500 زوجة من بنات الأمراء أو الخانات في وقت واحد، كما أن الابن كان يستولي على زوجات أبيه بعد موته ما عدا أمه. شكل المغول إمبراطورية واسعة بقيادة جنكيز خان بعد تحالفهم مع التتار، امتدت من الصين حتى نهر الدانوب، لكنها انقسمت فيما بعد إلى ممالك وإمارات في عهد أولاده وأحفاده تحت اسم خانات. كان أبرزها قازان واستراخان والقرم والدولة الإيلخانية في إيران وسلالة يوآن في الصين، وأبرز أحفاد جنكيز خان كان هولاكو الذي دمر بغداد وقضى على الدولة العباسية سنة 1258
ثم كردستان ومنها آمد وفارقين وماردين ونصيبين والرها وحلب، حتى وصلت جيوشه إلى بلاد الشام. ثم خسر الحرب في موقعة عين جالوت عام 1260 ميلادي. وكذلك حفيده تيمور لينك الأعرج الذي شيد إمبراطورية عظمى في آسيا الوسطى وغربها، وهو الذي أسر السلطان العثماني بايزيد. أما الإيغور الذين سكنوا شمال الصين وتركستان الحالية فقد انقسموا إلى قسمين بسبب الحروب الداخلية. دعي أحدهم بالإيغور الذي يعني التعاون والتحالف باللغة التركية، ويلقب أميرهم بدكوز بمعنى تسعة أي أمير القبائل التسعة. ودعي الثاني بالأوغوز حيث يلقب أميرهم بأون بمعنى عشرة أي أمير القبائل العشرة. وتقول الروايات التاريخية أن أوغوز هو أبو الأتراك. أما التتار فقد كانوا يقيمون جنوب هضبة التبت، فهم أكثر قبائل العرق الأصفر بطشا، وهم يكنون عداء شديدا للمغول. لكن جنكيز خان سايسهم بداية ثم أرضخهم لسلطته عنوة. ويتميز العنصر التتري والمغولي بقصر قامتهم وجذع أطول من الأطراف مع أرداف كبيرة وأكتافهم ورؤوسهم عريضة مع وجه مسطح يكاد يخلو من الشعر، مع جبهة كبيرة وأنف صغير وعيون سوداء ضيقة في حجرة مجوفة وشفاه رقيقة وبشرة صفراء مائلة إلى السمرة. أما ديانتهم فكانوا يؤمنون بالديانات الطوطمية في ظواهرها الطبيعية مثل الشمس، الكواكب، الصواعق، الرعد، الريح، وكذلك الحيوانات كالخنزير والذئب. وقد اعتنق قليل منهم الدين الزرادشتي، ومن ثم اعتنق أكثرهم الديانة الإسلامية المذهب السني. وانتشر اسم تحالف قبائل الأوغوز الذين كانوا يقيمون في سهوب آسيا الوسطى التي عرفت بتركستان وعلى مجرى نهر جيحون بعد القرن الحادي عشر بعد اعتناقهم الإسلام، حيث هاجروا بسبب القحط والجفاف نحو بلاد خراسان وفارس وكردستان والقوقاز والعراق وبلاد الشام وآسيا الصغرى، حيث تغيرت طبائعهم وملامحهم قليلا باندماجهم مع تلك الشعوب. وانحدرت مجموعات قبلية وشكلت عددا من الدول، وذلك بعد معركة ملازجر وانتصار التحالف السلجوقي الكردي أهمها. دول الأتابكة. وهي الدولة الأرتقية في حصن كيف، الدولة الزنكية في الموصل، وضمت شنغال وجزيرة بوطان وحران وحلب، ثم دولة هولير التي ضمت إضافة إلى هولير شهرزور، تكريت، هجاري، كما ضمت حران وكذلك الدولة السكمانية في خلاط، ودولة خوارزم، ودولة آققيون في آمد، ودولة قراقيون في تبريز. دول السلاجقة. وتأتي في المقدمة دولة السلاجقة الكبرى في خراسان والري وفارس والأهواز، ثم دولة سلاجقة كردستان والعراق، ودولة آل منكوجك في أرزنكان، ودولة داشمند في سيواس وملاطية،
ودولة بني سلدق في أرزروم، وآخر دولة من دول السلاجقة كانت الدولة العثمانية. تأسيس السلطنة العثمانية. تأسست الدولة العثمانية على يد عثمان بن أرطغرل بن سليمان، حيث مهد والده بنيان الدولة بعد غرق أبيه في مياه نهر الفرات قرب قلعة جعبر شمال سوريا، عندما كان متوجها نحو حلب. ومن ثم غير أرطغرل سبيله وهو يقود قبيلته، واهتدى إلى سلطان قونيا إحدى الإمارات السلجوقية بعد انحلال دولة آل سلجوق، حيث منحه الأخير قطعة أرض مكافأة له على وقوفه إلى جانبه في حرب سابقة. وحدثت بينهما صداقة وطيدة، وبعد وفاته حل مكانه ابنه الأكبر عثمان الذي يعتبر السلطان الأول للدولة العثمانية. معركة تشالديران. اندلعت المعركة بين الجيشين العثماني والصفوي في سهل تشالديران قرب وان يوم الجمعة المصادف للثالث والعشرين من شهر آب سنة 1514. وكان النصر حليف الدولة العثمانية بفضل تعضيد معظم الكرد لهم على خلفية الجهود التي بذلها الملا إدريس البدليسي بالاستناد على العقيدة الإسلامية السنية مقابل الشيعة، إضافة إلى تفوقهم في سلاح المدفعية. يذكر أن أول طائفة أوقدت نار الحرب والقتال في تلك المعركة الدامية هي العشيرة الروزقية سكان بدليس، حيث استشهد منهم أبطال ذلك العصر أمثال ناجي أحمد، قاسم أمداقي، ميرشاه حسين كيساني، مير سيف الدين وعمر جندار. كما أبدى عدد من زعماء الروزقية بطولة نادرة في ساحة الحرب، ولا سيما مير محمد ناصر ديني وقرأ يادجار وسيد سليمان أنقواليسي. وقد أسفر القتال عن مقتل قرخان الحاكم الصفوي في آمد. بعد انتصار السلطان سليم في تشالديران أصدر فرمانات مصدقة بإحكام معاهدة بين أمراء كردستان وسليم الأول يقضي بتوزيع الهدايا والخلع على الأمراء ورجال الدين، حيث خص الملا إدريس البدليسي بهدية عظيمة مع مرسوم سلطاني أعرب فيه عن عواطفه تجاه الملا، وخلع عليه 8 كساوي من التشريفة السلطانية الكبرى، وسيفا نادرا مقبضه من الذهب الخالص، و12,000 ليرة من الذهب الدوقة. وكانت من نتائج هذه المعركة تأجيج نار الحرب المذهبية السنية العلوية، وأعادت إلى الأذهان ذكرى وقعتي الصفين وكربلاء التي جددت نار العداء المذهبي بين الشعوب. كما سعى البدليسي الذي اعتبر نفسه زعيما سنيا للكرد وممثلا للسلطان سليم الأول إلى إدخال الوطن الكردستاني ضمن منظومة الدولة العثمانية والانضمام إليها، حيث أدت إلى تقسيم جغرافيا كردستان وشعبها إلى جزئين في حرب لا مصلحة فيها للكرد. وقد خضع الجزء الغربي من كردستان للعثمانيين بالاسم على الأقل، وقد طلب البدليسي إعادة توطين القبائل الكردية على طول الحدود الإيرانية العثمانية، كما طلب بإعفائهم من الضرائب شريطة أن تؤسس ميليشيات دائمة يستخدمها العثمانيون عند الحاجة.
وقد أنشأت الدولة العثمانية الإقليم الكردي كرد بيلقي، الذي تشكل من 33 إمارة ولواء سنجق، واعتمدت مدينة آمد مركزا للإقليم، وقد أوكلت إدارتها للزعماء الكرد. ولعدم اتفاق زعماء الكرد على تعيين أمير منهم، صدر المرسوم بتعيين محمد آغا جاويش باشي المعروف باسم بويوك كلو محمد ميري ميران لإيالة آمد. كما أن 5 حكومات كردية كرد حكومة ليري احتفظوا بإماراتهم المتوارثة، وقد تم توسيع هذا النظام بحيث يطبق على جميع أرجاء كردستان العثمانية. ويعتبر بعض الوطنيين الكرد ومنهم ثريا بدر خان أن المعاهدة التي أبرمت بين الدولة العثمانية و33 إمارة كردية بواسطة إدريس البدليسي هي معاهدة تحالف وصداقة، لأن بعض البكوات الكرد حكموا البلاد مستقلين، في حين أبعد آخرون مع عشائرهم قسرا خارج بلادهم، ومنهم عشيرة رشوان الشهيرة، لأنهم رفضوا الرضوخ للعثمانيين، ولا زالت نار تلك الحرب متقدة تكوي الجميع حتى اليوم. معاهدة قصر شيرين. استمرت الحروب العثمانية الصفوية على أرض كردستان حوالي 125 عاما بعد معركة تشالديران، إلى أن توصل الطرفان في سنة 1639 إلى اتفاقية ترضي الطرفين، حيث تم التوقيع عليها في مدينة قصر شيرين شرق كردستان. ولذلك دعيت معاهدة قصر شيرين، التي قضت بتقسيم كردستان رسميا بين الدولتين العثمانية والصفوية، ورسم الحدود بينهما، وتقطيع أواصر الأخوة والتواصل بين أبناء الشعب الكردي الواحد. وكان من نتائج تلك المعاهدة المشؤومة أن أصبحت منطقة مجري وشهر زور السليمانية تابعة للعثمانيين، ومنطقة أردلان للصفويين، لكن إمارات الجزيرة والعمادية بقيت على حالها. إنجازات بني عثمان. بعد انهيار السلطنة العثمانية المترامية الأطراف، يتبادر إلى الذهن السؤال التالي: عشيرة كبيرة انطلقت من سهوب آسيا الوسطى في رحلة طويلة، وسكنت مؤقتا في عدة محطات، وبعد الكثير من المآسي والويلات التي لاقتها أثناء رحلتها وفقدانها لرئيسها غرقا في نهر الفرات في مستهل القرن 13، وتأسيسها لدولة مترامية الأطراف في 3 قارات ولعدة قرون. كيف انقرضت هذه العشيرة؟ فقد كان من المفترض أن يصل تعدادها إلى عدة ملايين، لكن يصعب اليوم العثور على فرد واحد من تلك العشيرة كنموذج أثري ليأخذ مكانه في أحد متاحف إسطنبول يعرض للرواد والمؤرخين. لقد دفع عشق السلطة عند بني عثمان وهيامهم بها إلى حد الجنون. قيام السلاطين بقتل إخوتهم خشية منافستهم في الحكم، ومن الغريب أن هذه العادة جرت دون أي معارضة من الأسرة الحاكمة أو حتى من الشعب، ولا من رجال الدين في مجلس الإفتاء الأعلى دار الحكمة. ولم يرف لأحد جفن حيث غضوا الطرف عنها، وقد أدت تلك الممارسات إلى انقراضهم نهائيا، إضافة
إلا أن معظمهم كانوا لا يتزوجون، حيث كانت قصور الجوار والنساء الحرم لك مليئة بآلاف الجوار الحسان، وقد قبلتها رعاية الدولة العثمانية كأمر عادي وكأنه قرار سماوي لا سبيل لرده. أوصى عثمان الأول الملك لابنه الثاني أورخان قبيل موته في عام 1326، حيث استبعد ابنه الأكبر علاء الدين لأنه كان تقيا ورعا بالنسبة لهم. ومن حسن حظ الدولة وأورخان أن أخاه الأكبر علاء الدين لم ينازعه على الوصية التي حرمته من ملك عظيم، مكتفيا بتعيينه بوزارة المملكة التي قلده إياها أخاه أورخان، حيث اختص بالأمور الداخلية وقام بسك العملة من الذهب والفضة ووضع نظاما للجيش. وقد قام هذا التقي بتأسيس الجيش الانكشاري، يعني شري الجيش الجديد المشهور بتاريخه الوحشي، حتى سنة 1828، فكان يأخذ الشبان الأسرى ويفصلهم عن أهلهم ويدربهم في معسكرات خاصة بحيث لا يعرفون إلا السلطان أبا لهم ولا عمل لهم سوى الحرب. وقد وكل حاجي بكتاش مؤسس الطريقة البكتاشية لتربيتهم دينيا بما يخدم مصلحة الدولة العثمانية، واخترع لضباط جيشه ألقابا غريبة بمثابة الرتب العسكرية، منها شوربجي باشي أي رئيس صانعي الحساء أو رئيس الطهاة، ومثله عشا باشي وسق باشي رئيس السقات، وأوض باشي أي سيد الغرفة وهو المكلف بتدبير غرفة السلطان. السلطان مراد الأول. أوصى الملك من بعده لابنه بايزيد، وحرم ابنه الأكبر ساووجي من تولي السلطنة، ولأن الأخير تمرد على القرار فقد قتله السلطان دون شفقة أبوية، كما طلب من ملك الروم حنبليوغ قتل ابنه المتمرد الذي كان لاجئا عنده ففقأ عيناه ونفاه ومات، كما أسر سلطان أقليم قرمان واسمه علاء الدين بعد استيلائه على أنقرة مقر سلطنته، مع أنه كان والد زوجته. ومن أجل أن يكون للسلطان خلفاء من بين الأمراء المستقلين، أمر السلطان مراد بتزويج ابنه بايزيد من ابنة أمير جرميان، إمارة كردية في غرب الأناضول، شريطة أن يتنازل الأخير باتفاق سري له عن مدينة كوتاهيا بصفة مهر لابنته، وهو أول من اختار اللون الأحمر راية للدولة العثمانية واستمرت حتى اليوم، ومنح إقطاعات للجنود ليستقروا فيها أوقات السلم، ثم يرثها أولاده الذكور، وإذا انقرضت ذريته من الذكور عادت أملاكه إلى الدولة. قتل السلطان مراد الأول في معركة قوسو أو ما يعرف اليوم بكوسوفو أثناء قتاله ضد الصرب، فخلفه ابنه بايزيد الأول 1389 إلى 1402، والذي أدار المعركة حتى انتصارهم، لكنه عندما رأى جسارة أخاه الأصغر يعقوب في المعركة خشي منه وخاف على السلطنة، حينها أمر في ذلك اليوم بإعدامه ودفنه مع أبيه، فقد يدعي بالملك قياسا مع تولية السلطان عثمان لابنه الأصغر بدلا من الأكبر،
وذلك بناء على فتوى شرعية منعا لحصول الفتنة، بناء على قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل. اشتهر بايزيد بالسطوة والتكبر والبطش، ولم يكن يقبل أي منافس مهما كان. ومن جمله الشهيرة: إن الله واحد، ويجب أن يكون هناك ملك واحد للعالم، وهو أنا. مع توسع تيمور لينك في المنطقة، تجمع الكثير من الحكام والأمراء حوله، واستنجدوا به ليخلصهم من بايزيد. فدارت المعركة بين جيش تيمور لينك وبايزيد في سهل بالقرب من أنقرة، ومني فيها بايزيد بهزيمة كبيرة. وعندما كان يحاول الفرار من أرض المعركة، أسر مع ابنه موسى، وذلك عام 1402 ميلادي، فيما تمكن بقية أولاده من الهرب، وهم سليمان وعيسى ومحمد، وفقد ابنه مصطفى. وقد عمل تيمور لينك أسيره السلطان بايزيد بالحسنى، لكنه بعد محاولة الأخير الفرار 3 مرات سجنه في قفص من الحديد حتى مات سنة 1403 ميلادي. بعد موته تجزأت الدولة العثمانية إلى عدة إمارات، حيث أعاد تيمور لينك أمراء الإمارات السابقة مثل قرمان، صاروخان، كرميان، منتشا، قسطموني، كما استقلت كل من البلغار والصرب والفلاخ من الدولة العثمانية. لم يتفق أبناء بايزيد على تنصيب أحدهم سلطانا، فكل واحد منهم كان يدعي الأحقية لنفسه. فاستفرد ابنه سليمان بمدينة أدرنة وأعلن نفسه سلطانا، ثم عقد تحالفا مع ملك الروم عام نوائل الثاني، وبموجبه تنازل للأخير عن مدينة تسالونيك وسواحل البحر الأسود لينجده ويدعمه في صراعه مع أخوته على العرش. بقي الأخ الثاني عيسى بن بايزيد مختفيا، ثم ظهر في مدينة بورصة وأعلن نفسه خليفة آل عثمان. أما الأخ الثالث محمد بن بايزيد فكان يحارب تيمور لينك في جبال الأناضول، واستخلص منه مدينتي توقات وأماسيا. الأمر الملفت للنظر أن هؤلاء الأخوة الثلاث كانوا يستنجدون بتيمور لينك في قتالهم ضد بعضهم. بدوره كان تيمور لينك يستقبل وفودهم بكل ارتياح، ويشجعهم على الاستمرار والمثابرة في محاربتهم لبعضهم البعض كي لا تقوم للدولة العثمانية بعهدهم قائمة. تمكن محمد من إلحاق الهزيمة بقوات أخيه عيسى وقتله في النهاية، ثم استخلص أخاه موسى من أمير كرميان وعينه قائدا لجيشه، ثم تفرغ لمحاربة أخيه سليمان، وتمكن من قتله أيضا خارج أسوار أدرنة. بعد أن قضى محمد على أخوته، بشر بمحاربة ملك المجر. وفي هذه الأثناء ساور الطمع أخاه موسى، فعصى أخاه محمد وأراد الاستقلال ببلاد الدولة في أوروبا، لذا حاصر القسطنطينية. لكن محمد تحالف مع ملك القسطنطينية وأمير الصرب، وبث الدسائس في جيش موسى حتى خانه أغلب قواده، ووقع أخيرا بين يدي أخيه فأمر بقتله أيضا. بعد أن قضى محمد على جميع إخوته، نصب نفسه سلطانا، وقد اشتهر باسم محمد شلبي خامس سلاطين بني عثمان، كما اكتسب لقب السيد المهذب.
وحافظ على تحالفه مع ملك الروم الذي لولاه لما أصبح سلطانا، وقد قضى معظم مدته في الحروب الداخلية، منها محاربة شخص يدعى بدر الدين، كان قاضي عسكر في جيش أخاه موسى، والذي كان يدعو لنشر مذهبه، وهو المطالبة بالمساواة في الأموال، وقد كان شبيها بالفكر الاشتراكي، وكان له معاونين في الدعوة، لكن محمد تمكن من قتلهما، ثم لاحق بدر الدين في مقدونيا، إلى أن تمكن منه بعد مقاومة شديدة وشنقه. في تلك الفترة ظهر على الساحة أخاه مصطفى الذي فقد عندما أسر والده، ثم طالب الأخير بالملك ومعه بعض الأعوان الكبار، لكن السلطان محمد لم يكن مستعدا للتخلي عن السلطنة، وهو الذي قتل معظم أخوته، فهاجم أخاه مصطفى الذي لم يستطع مقاومته، فالتجأ إلى مدينة تسالونيك، فطالب السلطان محمد ملك الروم بتسليمه إياه، لكن الأخير رفض تسليمه، ووعد السلطان أن يحفظه ولا يطلق سراحه مدى الحياة، وفعلا مات هناك سنة 1421. السلطان مراد الثاني شنق عمه مصطفى أخو بايزيد، حيث كان ينازعه في الحكم، ومن ثم قتل أخاه مصطفى أيضا بدعوى عصيانه ومنازعته على الحكم. محمد الثاني منذ 1451 إلى 1481 اشتهر باسم محمد الفاتح، الذي فتح اسطنبول بعد موت أبيه، وأثناء دفن أبيه قتل أخاه الرضيع أحمد ودفنه مع أبيه وفي حضنه، وأعاد الأميرة الصربية مارا زوجة أبيه إلى أهلها، ومن ثم أخذ السلطان الفاتح استعداده لاقتحام القسطنطينية بعد أن حاصرها، حيث تسرد المصادر التركية حول الاقتحام قصصا أسطورية يستحيل تصديقها، منها أن السلطان جهز 250,000 مقاتل على البر، و14 بطارية مدفع طوبجية كانت تقذف كرات من الحجر زنة كل واحدة 12 قنطارا إلى مسافة ميل، كما جهز أسطولا بحرية لاقتحام المدينة من البحر. ولما تعذر ذلك بسبب الاستعدادات الأوروبية وخاصة أهل جنوة، حيث أغلق الأسطول الأوروبي المنافذ إلى الميناء بعد معركة بحرية طاحنة، هنا لجأ السلطان على حد زعم الأسطورة إلى نقل السفن البالغة عددها 70 سفينة برا، بتمهيد الطريق عبر سلسلة جبلية طولها فرسخان أي 10 كيلومترات، وتم تغطية الطريق بألواح خشبية، ثم صبت عليها كميات من الزيت والدهون لسهولة انزلاق المراكب. تمكن من إنجاز هذا العمل ونقل المراكب في ليلة واحدة وإدخالها إلى البحر قبالة القسطنطينية. وفي الليلة التي سبقت اقتحام المدينة تم إشعال النيران وإجراء الاحتفالات بالنصر المحقق قبل اندلاع المعركة، وذلك سنة 1453. في اليوم التالي تم اقتحام المدينة والسيطرة عليها، وأدى السلطان صلاة الظهر في كنيسة آيا صوفيا، وتوفي السلطان محمد الثاني سنة 1481. خلف الفاتح ولدين، أكبرهما بايزيد كان حاكم أماسيا، والثاني يدعى جيم كان حاكما على بلاد قرمان قونيا وجوارها. وقد أخفى الصدر الأعظم ريثما يحضر ابنه البكر بايزيد، ولكنه لشدة ارتباطه وحبه للأصغر أي جيم أرسل إليه سرا يخبره بموت أبيه
كي يحضر قبل أخيه الأكبر بايزيد ويستلم مقاليد الدولة. ولما سمعت الإنكشارية الخبر ثاروا على الصدر الأعظم وقتلوه ونهبوا المدينة، وعينوا ابن بايزيد نائبا عاما ريثما يصل والده. وبعد 9 أيام وصل بايزيد إلى القسطنطينية. أما الرسول الذي أرسل إلى جم فقد قتله حاكم الأناضول كي لا يصل إليه خبر الموت. ولما سمع جم بالخبر سار على الفور برفقته قوة نحو بورصة ودخلها عنوة بعد أن هزم الإنكشارية، ثم راسل أخاه عارضا عليه الصلح بشرط تقسيم المملكة بينهما وتخصيص جم بالولايات الآسيوية وبايزيد بالأوروبية. لكن الأخير رفض العرض وحارب أخاه في يانيو شهر ولاحقه حتى وصل إلى حدود بلاد مصر، حيث حل ضيفا على قايت باي سلطان مصر في القاهرة، ثم عاد ثانية إلى حلب، ومنها راسل قاسم بك آخر ذرية من أمراء قرمان طالبا منه المساعدة للحصول على ملك آل عثمان، ووعده برد بلاده إليه وقد لبى دعوته وجمع رجاله وسار مع الأمير جم لمحاصرة قونيا عاصمة بلاد قرمان. ولكن حامية المدينة صدتهم وفر الأمير جم. ثم حاول الأخير الصلح مع أخيه لقاء منحه بعض الولايات فرفض السلطان طلبه. عندها طلب جم المساعدة من الرهبنة المسيحية في جزيرة رودوس عند مدخل بحر إيجا. وبعدها بقليل وصلت الجزيرة وفد من قبل السلطان طلب منه إبقاء أخيه عندهم تحت الحفظ مقابل تعهد من السلطان بعدم التعرض على استقلال الجزيرة ودفع مبلغ 45,000 دوقة سنويا، فقبل رئيسهم ووفى بوعده. ولما طلب ملك المجر منهم إطلاق سراحه بغية استعماله ضد الدولة العثمانية رفضت الرهبنة طلبه، ثم أرسله رئيس الرهبنة إلى فرنسا، وفيها انتقل بين مدن نيس وشامبري وغيرها لمدة 4 سنوات. وفي سنة 1489 سلمه رئيس الرهبنة إلى البابا أنوسان الثامن، وقد خابره السلطان بإبقاء أخيه عنده وستدفع الدولة له ما كانت تدفعه لرهبنة رودوس، فقبل. وبعد موت البابا عرض خلفه إسكندر السادس سنة 1491 على السلطان بايزيد بتخليصه من أخيه أي قتله لو دفع له 300,000 دوقة. لكن ملك فرنسا شارل الثامن طلب من البابا تسليمه الأمير جم، ويقال أن البابا دس له السم قبل تسليمه. وعندما كان في طريقه بصحبة الجيش الفرنسي إلى فرنسا توفي سنة 1495 في مدينة نابولي بإيطاليا، حيث يعتقد أن السلطان كان وراء قتله. وقد قضى الأمير جم 14 عاما وهو يكافح من أجل السلطة. أما السلطان بايزيد ففي أواخر أيامه حصل صراع على الحكم بين أبنائه 3 كل على حدة، وبين كل واحد منهم مع أبيه. وفي الأخير استلم ابنه سليم السلطنة عنوة بعد إجبار والده بايزيد إلى التنازل له عن السلطنة. سليم الأول ياوز 1512 إلى 1520. بعد استلام سليم السلطنة وخوفا من أن يتراجع والده عن تنازله دس السم له، ثم ابتدأ حكمه بتعيين ابنه سليمان حاكما على القسطنطينية،
ثم حارب أخوته وأولاد أخوته لكي يهدأ باله، حيث اختفى أثر أخيه أحمد لوجود علاقة جيدة بينه والوزير مصطفى باشا، فقتل الوزير شر قتلة جزاء له وعبرة لغيره، ثم قبض على 5 من أولاد أخيه أحمد وشنقهم في بورصة، ثم تابع أثر أخيه كركود في صاروخان وقبض عليه وشنقه. وبعد اشتباكات مع أخيه أحمد قتله في مدينة ينشهر، كما شنق 9 من ذوي قرباه منعا لأي فتنة أو تمرد قد يحدث، وقتل 5 من وزرائه. وكان قد قتل في وقت سابق قبل أن يصبح سلطانا الأمير علاء الدين جده لأمه سنة 1479، وتمهيدا لمعركة تشالديران سنة 1514 مع الدولة الصفوية، جمع الكرد العلويين في الولايات المتاخمة لإيران وقتل منهم 40,000 في مذبحة كبرى قل مثيلها. وأثناء معركة تشالديران مع الشاه أسر كثيرا من جنوده وأمرائه، ومن بينهم زوجة الشاه نفسه، ورفض إعادتها حيث زوجها لكاتبه انتقاما منه، وقتل قاضي عسكر الإنكشارية لأنهم رفضوا التقدم أكثر في بلاد فارس. وفي تلك المعركة احتل معظم ولايات ومدن كردستان، آمد، أورفا، الرقة والموصل. وبعد انتصاره في معركة مرج دابق 1516 واستيلائه على كافة المدن في طريقه إلى مصر، شنق سلطان مصر طومان باي، كما قام بأسر الخليفة العباسي المتوكل بالله، واستولى على الآثار النبوية الشريفة وهي البيرق والسيف والبردة، ولا زالت في اسطنبول، وساقه من القاهرة إلى القسطنطينية وأجبره على التنازل عن الخلافة له، وبذلك أصبح سلاطين آل عثمان سادة الدين والدولة، أمراء المؤمنين وخلفاء رسول رب العالمين. أثناء عودة السلطان من مصر في استراحة في العريش، وأثناء نقاش بينه وبين وزيره الأكبر يونس، قال له السلطان: ها قد فتحنا مصر خلاف رأيك. فرد عليه الوزير: لكن فتحها لم يعد على السلطنة بشيء سوى قتل نصف الجيش، لأن مصر سلم لخائن، حيث كان السلطان قد وكل خير بك وليا على مصر، وكان أميرا لدى طومان باي وخانه وانضم إلى جيش السلطان، فلا يؤمن ولاءه للدولة العثمانية. عندئذ غضب السلطان واعتبر كلام الوزير بمثابة لوم له، فأمر بقتله في الحال وقتل، كما أن كل وزير كان مهددا بالقتل لأقل هفوة، حتى صار من يرام موته بأنه سيصبح وزيرا. وتوفي السلطان سليم في سنة 1520 في أدرنة. سليمان القانوني من عام 1520 إلى عام 1566. السلطان سليمان هو عاشر ملوك بني عثمان، قتل ابنه الرضيع، ثم قتل ابنه مصطفى خنقا بناء على دسيسة من أحدى زوجاته المسمى روكسانا، وذلك كي يتولى بعده ابنها سليم. كانت روكسانا تثق كثيرا برستم باشا، وقد سعت لدى السلطان حتى عينته الصدر الأعظم، واستمرت روكسانا في مساعدة رستم باشا حتى زوجه السلطان من ابنته. بهذا ضمنت روكسانا ولاء الصدر الأعظم، وطلبت منه أن يمهد الطريق ليتولى ابنها سليم السلطنة.
فانتهز صدر الأعظم فرصة وجود مصطفى ضمن قواد الجيش الذي يحارب مملكة العجم، فكاتب السلطان أن ابنه يحرض الإنكشارية على عزله وتنصيب نفسه سلطانا كما فعل السلطان سليم مع أبيه. لما وصل الخبر إلى السلطان، كانت روكسانا والدة سليم قد تمكنت من تغيير أفكاره، فقام في الحال قاصدا بلاد العجم متظاهرا تولي قيادة الجيش. ولما وصل استدعى ولده مصطفى، ومع وصوله إلى مقره قام مع بعض حجابه بخنقه، وعلى أثر هذا القتل قتل أخوه جهانجير نفسه أمام والده حزنا على أخيه، كما انتقمت روكسانا من قاتل ابنها الرضيع. لم تكن هذه الحادثة خاتمة فظائع السلطان سليمان، بل عمد إلى قتل ابنه الثاني بايزيد وأولاده الخمسة كي لا ينافسوه على السلطنة. وقصة القتل، كان الصدر الأعظم لآلية مصطفى يريد أن يبقي سليم الوارث الوحيد لملك آل عثمان، فأوغر صدر أبيه ليقتله، وكتب إلى بايزيد يقول له إن أخاه سليم منهمك في الشهوات ولا يليق أن يخلف والده، وأن السلطان مصمم على استخلافه مع عدم أهليته. فكتب بايزيد إلى أخيه عبارات تمس كرامة والدهما. عندها عرض سليم خطاب أخيه بايزيد على والده، وعند اطلاعه غضب السلطان غضبا شديدا وأغار على ابنه بجيش من 20,000 وتقاتلا ليومين في قونيا، وعلى أثرها فر بايزيد ومعه أولاده والتجأ إلى طماهسب سلطان العجم الذي أظهر حمايته لهم، لكنه سلمهم إلى رسول السلطان حيث قام بقتله هو وأولاده الأربعة في مدينة قزوين. وكان لبايزيد ولد خامس صغير في مدينة بورصة، فخنق أيضا ودفنوا جميعا في سيواس. وفي قتله لأولاده قال أحد الشعراء: يا دهر ويحك، ما أبقيت لي جلدا، وأنت والد سوء تأكل الولد. بهذا الشكل تمكنت روكسانا والصدر الأعظم من إيصال ابنها سليم إلى السلطة وقتل جميع إخوته حتى لا ينافسوه على السلطنة. مراد الثالث، من عام 1574 إلى 1595 ميلادي، هو ابن روكسانا الروسية، قتل أخوته الخمسة ليؤمن على الملك من المنازعة، إذ أصبح قتل الأخوة عادة تقريبا. السلطان عثمان الثاني هو ابن السلطان أحمد، عزلته الإنكشارية وقتلوه لأنه أراد تقليل نفوذهم. السلطان مراد الرابع، من عام 1623 إلى عام 1640، هو ابن السلطان أحمد الأول، تولى السلطنة وهو صغير السن بمعية الإنكشارية بعد عزل عمه مصطفى، وبقي تحت تأثير الإنكشارية لعشر سنوات. وفي عهده كان بكر آغا رئيس شرطة بغداد، ثار على الوالي وقتله واستبد في الحكم، وراسل الشاه عباس حيث عرض عليه تسليم بغداد، فسار الشاه بجنوده نحو بغداد. وفي الوقت نفسه راسل القائد العثماني بتخليص بغداد من ضغط الشاه لو أقرته الدولة على ولاية بغداد، فوافق على طلبه وسيطر على بغداد قبل وصول جنود الشاه. وقد تمكن الشاه من الاستيلاء على بغداد بخيانة ابن بكر آغا لأبيه،
الذي اشترط على الشاه بتعيينه حاكما عليها من قبله، لكن خاب سعيه، فقد قتله الشاه كما قتل أباه. حدث هذا دون علم السلطان، وقد أخبر المنافقون السلطان بأن بغداد سقطت بخيانة الصدر الأعظم له، فأمر السلطان بقتل الصدر الأعظم وتعيين حافظ باشا بدلا عنه، واستمرت المشاكل الداخلية من قبل الجند والإنكشارية. وفي كل مرة يعزلون قائدا أو حاكما وينصبون آخر حسب رغبتهم، ومن ثم توفي السلطان. السلطان إبراهيم الأول هو ابن السلطان أحمد الأول، تم عزله من قبل الإنكشارية وقتلوه خنقا كما قتلوا السلطان عثمان الثاني. السلطان عثمان الثالث من عام 1754 إلى عام 1757 قتل صدره الأعظم رئيس وزرائه، ووضع رأسه في صحن من الفضة على الطاولة أمام مدخل السراي للعبرة. السلطان محمود الثاني هو ابن السلطان عبد الحميد الأول، قتل في عهده السلطان المعزول مصطفى الرابع، وألقي بجثته على الثائرين من الإنكشارية الذين رفضوا نظام إصلاحات الإنكشارية وأرادوا إعادة مصطفى كما فعل مصطفى الرابع مع سليم الثالث. ثم أضرم الإنكشارية النار في السراي، ومات الصدر الأعظم حرقا، ثم بدأوا بحرق المدينة، فاضطر السلطان إلى الإذعان لمطالب الإنكشارية، ومن ثم قضى السلطان على الإنكشارية وألغى نظامهم، واستمر حكمه 32 سنة، وتوفي سنة 1839. والقائمة تطول، وما ذكر غيط من فيض. جرائمهم ضد أخوتهم وعوائلهم وآبائهم وأبنائهم، كل ذلك من أجل السلطة وعدم قبول أي منافس مهما كان ومن كان. النظام التركي الراهن هو امتداد لذاك النظام وتلك السلطة، وإلغاء الآخر هو جزء من حياتهم، فكيف لتلك العقليات التي قتلت الأخ والابن والأب أن تقبل بفكرة التعايش الأخوي مع شعوب أخرى كالكرد والأرمن والسريان والأرناؤوط والعرب؟ والمذابح التي حصلت في العصر الحديث ضد الكرد والأرمن والسريان واليونان هي خير مثال على ما ذكرناه.